طفولتي كانت في مدينة الحسا مع والديني وأسرتي. معروفة يعني مدينة الأحساء مدينة سهلة وبسيطة وفيها تمازج ثقافات وفيها تفرد. كنا نطلع كثير على الفن وعلى المتاحف، كنا نسافر كثير، والديني الله يغفر لهم ويرحمهم كانوا يعني محبين للفن والأدب والشعر. أمي الله يرحمها كانت شاعرة، وأبوي الله يرحمه كان يكتب مقالات ويحب الفن ويحب الأدب. وكنا أنا وأختي وحنا صغار يعني نحب نرسم يعني، بس كهواية يعني، ما كان هذا يعني مجالي كطفلة أو شيء اتجهت له كطفلة يعني، كنت أحب ألعب والرسم كان من ضمن الألعاب يعني. بعد كذا درست فيزياء، يعني كان ودي أكون في ناسا بس ما ربي كتب، تزوجت وانتقلت الخبر، أنجبت ابنائي وعملت بأعمال تطوعية وأخذت ماجستير إدارة تربوية ونفعتني في يعني في عملي كعضوة وعضو مجلس إدارة، وكان كل أعمالي تطوعية. فيعني أنا أصلاً قريبة من الناس بحكم والديني الله يغفر لهم ويرحمهم اجتماعيين وقريبين من الناس، والعمل التطوعي جاء يعني بشيء طبيعي. بعد كذا يعني مرت فيني فترة كنت أحب أني أنا أكون مع نفسي، فأختي كان عندها مرسم، قالت لي أنه تعالي ميسة جربي نرسم سوا، هي تجيب مدرسين ومعلمين يعطون دورات ورش عمل. رحت ورسمت مع أول مرة أرسم لوحة، حسيت أنها لا، هذا المجال فيه شغف لي، فيه حب أخذني له، فقررت أني أنا أدرس فيه، أتعمق، أقعد عليه أكثر. فأخذ دورات أكثر ودرست على يد فنانين في التجريد طبعا. فالرسم اللي أنا بدأتها في ورش العمل كان رسم تجريدي، ما هو بتشكيلي، يعني مش نقل واقعي للطبيعة للبورتري الأشخاص، لا، كان في التجريد. التجريد هو نهاية التشكيل، أنك تعطي تصور أو عمل فني ملفت يبعث على التساؤل، يعطي شعور، يعطي دهشة للمشاهد أو المتلقي. التجريد يكمن صعوبته أنه بدون تفاصيل، لكنه يعطي الرسالة الموجهة له. بعد كذا يعني أخذت رسمت كثير، لي محاولات كثيرة يعني، كنت تقريبا بالمرسم يوميا أحاول، رسمت بكل شيء، رسمت في التشكيل، رسمت في الطبيعة، رسمت بالمسارات كثيرة. بس التجريد كان هو الشغف اللي أنا يعني أخذني. في وقفات كثيرة في حياتي ما أنساها، يعني مثلا مشوارنا مع أبوي الله يرحمه بالسيارة، لما يحط فيروز، لما يودينا المدرسة، كان هو مدير مدرسة الله يرحمه بجانب عمله كرجل أعمال، فكان يفتح لنا المكتبة ويلا أقرأوا يا بناتي، أنا وخواتي نروح. كنا نقرأ ونطلع على فن، كانت المدرسة كلها، معلم التربية الفنية في المدرسة كان فنان، فكانت الجدران كلها فن، الجدران المدرسة كلها كانت تغذية بصرية لنا وحنا صغار. أمي الله يرحمها كانت قارئة نهمة لكل الكتب، لكل الثقافة، لكل الكتب السياسية، التاريخية، الثقافية، حتى المعلومات العامة، حتى في الصحة. الله يرحمها ألهمتني كثير، كانت امرأة قوية جدا يعني، حتى في فترة مرضها الله يرحمها كانت ملهمة لنا
بالقوة. يعني كانت دائما تقول إن المرض ما يموت يا بنتي، الإنسان له يومه. ألهمتني كثير الله يرحمها، ووالدي بعد ألهمني كثير. كان إنسان رقيق وحساس، وكان كان كان جدا رائع. يعني كان قريب من الناس ويشعر بألمهم. يمكن يعني أنا وأسرتي وخواتي وإخواني حتى أبنائي نشعر أن احنا قريبين من الناس ونشعر بألمهم، فيمكن هذا ألهمني كثير في أعمالي الفنية. أي قصة تمر علي، أي خبر، أي مشهد أمامي فيها مشاعر، فيها فرح أو ألم، أحب أني أترجمه سواء بالكتابة أو بالرسم. بالنسبة لي التجريد كان يعني هو الشغف أكثر من التشكيلي. يمكن التشكيلي ما إذا ما يعرفون الجمهور، التشكيلي هو نقل الواقع، أو بعضه هو بعض مدارس نقل الواقع، فيه الانطباعي وفي التأثيري، لكن التشكيلي أغلبه الطبيعة، البورتري. أما التجريد لا، التجريد ممكن يكون تجريد بالألوان، يعطي شعور، تجريد يعطي تكوين أو شكل بدون تفاصيل، يبعث على التساؤل. أحب أني أنا دائما لما أقدم عمل الجمهور يسأل، الجمهور اللوحة الفنية تعني له شيء. يعني أحيانا الشخص لما يشوف اللوحة يشوف فيها قصة ومعنى له هو، خاص فيه هو. بما أنها هي ألهمت هذه القصة، فأنا هذا الأساس العملي كفنانة. أحب الغموض في الأعمال، وأحب الألوان اللي تعطي شعور قوي عشان المشاهد ما يمل منها، يشوفها مرة ومرتين وثلاثة، ويجي بعد سنة وسنتين، 10 سنين، 20 سنة، يشوف أنها لوحة حلوة ممكن أنه يقتنيها أو يحطها في بيتها، في بيته أو بيتها. بالنسبة لي البيوت، الشخوص تعني لي كثير في الأعمال الفنية. يمكن عشان البيت هو مكان الأم أو المرأة، هو مملكتها، وهو يعني هو مكان، هو منبع الأساس في التربية، في الثقافة، في العلم. هو مثل المحرك للبنت وللولد أنهم يخرجون برا، يستقون الأمان، يستقون العطف، ويخرجون ليكونون يعني أفراد ناجحين في أعمالهم وناجحين في وطنهم. حالياً أنا المعرض هذا مشاركة بأعمال يعني من آخر أعمالي. عندي عمل هنا مسمى بنوادر الحياة، يتكلم عن زخم الحياة بصفة عامة، وزخم التحركات اللي فيها، الألم، الصراعات، العاطفة، الفرح، بناء البيوت، التشييد، حراك الناس والأشخاص، حتى الولادة والأمومة، حتى يبدأ حتى تأصل العادات والتقاليد فيها. حاولت أني أرسمها بشكل مختلف مميز، قطعتها على أكثر من لوحة وحطيتها في عمل واحد. كنت أبغى أوجه رسالة للمتلقي، أن مهما أنت في مرحلة من مراحل حياتك شعرت أنك منفصل عن هذه المرحلة، أو فاشل في هذه المرحلة، أو هذه المرحلة كانت صعبة، فهذه المرحلة هي اللي تكون خبراتك في الحياة. مهما كانت حياتنا متقطعة، لأنها هي كلها هي حياتنا، وهي اللي كونت شخصيتنا وخبرتنا في الحياة، وهي اللي جعلتنا أشخاص أفضل. فهذه يعني فهذا المقصود من هذه من هذا التقطعات في هذه اللوحة. عندي عمل مسمى بنوادر الحب، يتكلم هذا العمل عن الحب بمعناه العام، قصص الحب اللي موجودة في التاريخ كله، واللي يتعرض لها كل إنسان. كيف أن الحب ممكن يبني بيوت، كيف ممكن يهدمها،
كيف ممكن يبعث على الفرح، كيف ممكن لا يشعرك بالألم، كيف ممكن أنه يكون منبع لكل شيء حلو في الحياة، هو منبع التكوين، هو منبع التكاثر، هو منبع الولادة، وفي نفس الوقت هو منبع للشعر والأدب وقصص المعاناة للشعراء وللكتاب وللفنانين في العالم كله. هو شعور الألم، أكبر شعور للألم ممكن يكون بسبب الحب للفقد مثلاً، أنت تفقد عزيز عليك من كثر ما أنت تحبه تفقده، فشعور الحب هو اللي خلاك تشعر بالألم الكبير. فحبيت أني أنا أكون المفهوم هذا في عمل، وإن شاء الله يكون ملهم للآخرين. في لوحة رسمتها، يعني الشيء الغريب أن أكثر لوحة ما أخذت معي وقت هي لوحة، أكثر لوحة عزيزة على قلبي، هي لوحة رسمتها لأبوي الله يغفر له ويرحمه. كان أول ما عرفنا أنه مرض التليف الرئة، وكان مرض غريب، يعني هو مرض يجي فجأة ويفتك بالمريض وما قاعد الله يرحمه إلا يمكن سنة. فرسمتها تقريبا في 20 دقيقة، ويمكن هي من أعز لوحة عندي. بدايتي الفعلية كنت أمر بفترة، كنت أحب يعني هذه الفترة أني أكون لحالي، يعني ما حبيت أني أنا أكون متواجدة مع، يعني كنت أحب أني أكون لوحدي. أختي حاست فيني فقالت لي أختي عندها مرسم وعندها ورش عمل، أو دائماً يعني ترسم في ورش عمل فنانين كبار، فقالت لي ميسة تعالي عندي المرسم. فأخذتني المرسم ورحت حضرت ورشة عمل فنان كبير سعودي، وحسيت أن هذا الشيء أخذني من مكان المكان، يعني حسيت أني أنا هذا الشيء يعني تعب كل اللي فيني راح فيه، وحسيت أني أنا ممكن هذا الشيء يبني لي حتى قوة بعدين. فكنت أرسم كثير كثير، بعدين دخلت ورش عمل كثيرة مع فنانين كثير. بصراحة وقفتي في دراستي بلندن أعطت قوة كوني سعودية وفنانة من السعودية، تدرس مع فنانين من مختلف العالم وتشوف مكانتك أنت كسعودي في وسط العالم، تشعر يعني بالثقة، تشعر بوجودك، تشعر أنك أنت والله حنا يعني في مكان متصدر، حنا مش في أي مكان. لما أنت تأخذ دورة مع مدرس ومعك فنانين من كل العالم ولهم باع طويل في الفن، من روسيا، من أفريقيا، من أمريكا، من إيطاليا، ويجي المدرس وبعد الدورة هذه ما تنتهي يأخذ مشروعك أنت السعودي العربي المسلم الوحيد بينهم، ويكون مشروعك هو المشروع الفائز. فيعني
حسيت أنه لا يعني أعطاني ثقة وأعطاني أمل وأعطاني تفاؤل، وبعدين أعطاني ثقة أن إحنا السعوديين يعني قادرين نسوي كل شيء، نقدر نتصدر العالم في كل المجالات مش في مجال واحد، وهذا شيء واضح أعتقد أن إحنا كلنا نشوفه في مع رؤية 2030 ومخرجاتها. في بداياتي كنت أرسم كثير، وبعد الدورات اللي أنا درستها كنت أرسم بالمرسم، وكل أعمالي ومحاولاتي كانت تبقى في المرسم. ما كنت يعني كنت يعني شوية متخوفة من أني أخرج للإعلام وأخرج المشاركات في السعودية كمحلية أو دولية أو حتى عالمية. فكانت لي وقفة مع العم الأستاذ عبد الله الشلتي، كنت رايحة أبها بعد كورونا، كنا مجموعة من البنات رايحين يعني هايكينج، وقالوا بنطلع السوق، قلت لهم لا أبغى أجتمع مع الفنان عبد الله، أبغى أسأله هل أنا ممكن أعمالي تخرج، هل أنا ممكن. فالله يجزاه خير جلس معي، علمني تقنية معينة، أعطاني دعمه الكامل وأعطاني نصايح أنا ودي أنقلها لكل، يعني أي أحد بالعالم بأي مرحلة من مراحل حياته يحس أنه يحب يمسك أي شيء ويرسم، يقفل على نفسه ويرسم، لا مثلاً يسمع يقول لك لا أنت توك مبتدئ، لا ما عرفت، لا هذا مش حلو هذا حلو، اجلس مع نفسك وارسم، أنت عاجبك اللي أنت سويته فأنت فنان، بما أن أنت وصلت المكان أنت وجدت نفسك فيه فأنت فنان. لا حد يتخوف، الرسم مش باليد، الرسم من هنا، الرسم شعور، الرسم قضية أنت حاز فيها وتبي ترسلها للناس، هذا الرسم وهذا الفن. لأن إذا أنت من هنا مؤمن بهذا الشيء وتنقله فهو كل الناس يحسون فيه. من أهم مشاركاتي كان لي تعاون مع مونا غاليري في مدريد بثلاث أعمال، التعاون هذا مدته سنتين، أعمالي معروضة الآن في مدريد في إسبانيا، وشارك المعرض بعملين مش عمل واحد، عملين في بروكسل في بلجيكا في الارت فير، وورلد ارت فير، يعني هو منتدى عالمي للفنانين من كل مكان في العالم يقومون فيه المعارض الأوروبية والعالمية في بروكسل، وكنت أنا من ضمن المشاركين فيه. يعني أنا أعتقد أني يمكن العربية الوحيدة. المشاركات المحلية كثيرة، يعني كان يمكن من أولها شاركت في معارض في الخبر في بداياتي، بعدين شاركت في معارض كثيرة في جدة، في الرياض، في أبها، في الدمام، وكان من أهمها يمكن معرض بان التابع لمؤسسة مسك، يعني كان أول اقتناء كان لي في هذا المعرض، وشاركت في أسبوع مسك للفنون، وشاركت في برضو في دبي في الورلد آرت فير في السنة اللي فاتت. برضو دبي يعني كان هو معرض عالمي، فنانين من كل مكان يعرضون أعمالهم الفنية، غاليريز من كل مكان تعرض في دبي، كان في شهر مارس العام، وكنت يعني مع نخبة من الفنانين من جدة. أنا بصراحة كان لي الحظ أني أنا أتعلم على يد فنانين كبار وزملائي كثار من كل مكان، تعرفت على فنانين من أبها، بعدين درست في جدة، بعدين جيت في الرياض وفي الشرقية. بعض أعمالي تكون أوجه لها رسالة لأشخاص معينين، الموقف معين، حتى الشعوب كاملة. يعني أحياناً
أكون يعني أبغى أوصل لهم تفاؤل، أوصل لهم أمل. كلنا نمر بلحظات ضعف، لحظات مش حنة، يعني نكون مش حنة، بس هي مرحلة، هي مرحلة وبتمشي. فمثل لوحتي حشد الأمل، حشد الأمل رسمت فيها الأشخاص بضعفهم، يعني حتى تقزمهم بحركتهم العشوائية، ما يدرون يتخبطون وين يروحون، نساء رجال أطفال. بعدين أغلقت العمل كله باللون السماوي والأبيض، أو رسمت من وراه بيوت وعماير وأعمال وزخم وأمل كبير، بس إنه كله مخفي، لأن حنا ما نعرف بكرة إيش بيصير. حنا يعني بس عايشين اللحظة، اللحظة هذه بتمر، حلوة سيئة بتمر. والأمل ربك، مو ببنا بنتي الإنسان، ربك. يعني أنت لو تفاءلت فربك بيكتب لك كل شيء خير. تم اقتناء أعمالي من جهات كثيرة، حكومية وغير حكومية، نخبة من أفراد المجتمع. رؤية 2030 بدأنا نشوف يعني ثمارها، يعني رؤية 2030 تبني المواطن، مواطن عايش واقعه ويبني مستقبل باهر قدامه، يعمل بكل الأعمال، ناجح بكل المقاييس، يقدر أنه يبني مستقبله صح. وأشوف كذا أنا كفنانة دعم الجهات الحكومية وغير الحكومية لنا إحنا كفنانين، يعني القرار اللي صدر أن الفنادق لازم تكون فيها فنانين سعوديين، هذا كله قرار دعم للفنانين السعوديين. أو أنا وزملائي فرحنا كثير في القرار، التوجهات الكثيرة للدولة في دعم السعودي كمواطن وكمنتج، الإنتاج المحلي. يعني أنا حتى الملابس صرت ألبسها سعودية، العطورات صرت أحطها عطر سعودي. السعودي الآن أثبت أنه في قلب العالم، ويقدر أنه يكون متصدر في الإنتاج، في القدرة، في القوة، في كل شيء. يعني احنا شفنا السعوديين والسعوديات في كل مكان ما شاء الله، يعني واخبارهم مفرحه، وحنا كلنا فخورين فيهم. مؤسسه مسك الخيريه كان لها يعني شكر بصراحه، وكانت داعم قوي لي انا كفنانه، واحب اني اشكرهم واشكر كل ورش عملهم، كل برامجهم. يعني هي تأخذ الفنان تأخذ بيده، من يبدأ يبغى يكون فنان له دورات وله برامج. أنت فنان لك مسارك ولك معارضك ولك مشاركاتك، بس ارسل لنا وشارك وتقدر تطلع. حتى تسعيرة أعمالك الفنية يساعدونك فيها، كيف تسعر أعمالك، يجيبون لك نخبة من كل العالم بس عشان يساعدونك، ومجانا فور فري. يعني هذا شيء بصراحة ما يمر عليك أنت كمواطن سعودي وتغفل عنه بصراحة. يعني أنا الفنانين هم اللي دعموني في البداية، مثل ما قلت في بداياتي لما قابلت العم عبد الله، وقابلت فنانين كثيرين. النحاس طلال بنت خيص كان له فضل كبير علي، يعني هو من أوائل الأشخاص اللي اقتنوا من عندي وقال لي أنت فنانة.
وهم فنانين زملاء، وفي نفس الوقت دعموني يعني. ومن أجل هذا أنا أحب أني أدعم أي شخص موجود، أي أحد. أنا الإنستغرام أكاونت مفتوح حقي، وأي أحد يجيني على الخاص أرد عليه، لأن إحنا يعني نحس ببعض ونعرف أن الدعم لو بكلمة حلوة الفنان تأثر عليه. فحنا الفنانين يعني أنا يعني فخورة في الفنان السعودي بشكل خاص. يعني مهما كان الفنان معروف وكان له باع طويل في الفن، هو داعم للفن. فأنا دعموني والله كثير من الفنانين زملائي. ما أقدر يعني، الفنانة نورة بن سعيدان هذه صديقة عزيزة لي، ويمكن أعرفها من أول بداياتي، ودعمتني كثير وعلمتني كثير، تعلمت منها الكثير مع أنها شابة ما شاء الله وأعمالها في كل مكان. أنا كأم أحاول أني أكون متواجدة لأبنائي في أي مجال يحبونه. يعني أنا دائما أقول لعيالي أنتم عيالي وأنا أحبكم، سواء أنت تبي تكون مهندس ولا طيار، ولا أنت تبي تكون شيء بسيط، حرفة بسيطة تسويها، أنا أحبك لأنك ولدي وأحبك لأنك بنتي. الأم هي مصدر القوة. أي شخص بينتج بيكون شخص مهم، أمه هي الأساس. أنا أشعر أني أنا كأم عندي رسالة مرة مهمة. يعني حنا أصلاً موجودين في العالم لننجب ونربي الأبناء، فأبنائنا أي كلمة من الأم بتأثر عليهم. لو قلتي له أنت فنان بيكون فنان حتى لو هو ما مسك القلم، ولو قلتي له ما تقدر ما راح يقدر، حتى لو هو يعني عنده قدرات وذكاء عالي خارق ما راح يقدر يسوي شيء. فأنا أبنائي أتقبلهم وأدعمهم في أي مجال يبونه، أي مجال يحبه أنا أول داعم له. أنا عندي ولدي الصغير يحب يرسم، فدائما أكون معاه وأساعده، أدعم له لوحاته، أحط لها لوحاته. مرسمي فيه أعمال لولدي، وإن شاء الله يكون فنان في المستقبل. أنا شعوري أو إحساسي أن كل شيء له علاقة بالآخر. يعني أحياناً تكون أنت مجالك منطقي، يعني مثلاً أنا دراستي كلها فيزياء، رياضيات، هندسة، فكلها بالمنطق وبالأرقام وبالخطوط. يمكن عشان كذا دائماً لوحاتي فيها خطوط البيوت، هندسة البيوت وهندسة ثلاثية الأبعاد. كل شيء له علاقة بالآخر، كل شيء درسته بيبني فيك خبرة وبيظهر بأعمالك أو بيظهر في مسارك اللي أنت اخترته. أنا أحب البيوت، حتى هندسة الديكور اللي فيها. فيمكن في بداياتي كنت أحب هندسة الديكور، بعدها الرسم والفن. أنا أعتقد أن كل شيء له علاقة، كل شيء يولد شيء، كل شيء تمر، حتى تجاربك الفاشلة، حتى ألمك يصنع منك إنسان أفضل. طبعاً كأي فنان أحب أني أنا أتعلم. أنا بالنسبة لي العلم هو أساس كل شيء، أساس وصولك لأي مكان. العلم يبني بيوتاً أصل لا عماد لها. فالواحد ما هو كبير على أنه يتعلم أي شيء، يتعلم طول الوقت. أنا أحب أني أتعلم في التراث. القطة العسيري درسته، السدو درسته، يعني حتى رحت للقصيم، رحت الأبهى، دخلت البيوت، دخلت المتاحف عشان أتعلم، لأن كل شيء له لغة. يعني القط العسيري هو أصل لغة، الخطوط هذه لها رمزيات معينة ترمز لشيء. حتى يمكن تشوفون بعض أعمالي فيها رمزيات هي تعني لغة كاملة بالخطوط هذه، بالتراث السعودي. فالتراث يعني هو أساسنا، وعاداتنا وتقاليدنا هي اللي أصلا كونتنا حنا كأشخاص
احنا ناخذها، ناخذ خيرها وننطلق ان شاء الله للافضل. الفن هو لغه بحد ذاته، يعني الفنان في كل مكان يشعر بجمال ينقله، سواء كمصور، سواء كرسام، او سواء كنحات، او اي انسان يعمل بالحرف. الفن لغته وحده، هو منظر جمالي يلهم الآخرين ويستمدون منه ابتسامة ويترك أثر طيب. هذا شعوري أنا كفنانة، يعني أنا كفنانة أرسم عشان أبغى أترك أثر طيب في قلوب الناس.